انضم الينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد. مصطفى، الكاظمي او المكلف انتهى من البرنامج او المنهاج الحكومي، هل هذا يعتبر مقدمه لانتهاء من الحقائب الوزاريه من التشكيله مصطفى؟ يعني محمد، بالتأكيد هذه الخطوة تسبق خطوات أخرى، تسبق بالتأكيد طلب من البرلمان عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على تشكيلة الكاظمية، التي على ما يبدو بأنها قد وصلت إلى مراحل نهائية بعد سلسلة وجولات من المفاوضات الشاقة بين الكاظمية وبين الكتلة السياسية الشيعية والكردية والسنية. وتؤكد هذه الخطوة أيضا بأن هنالك توافق كبير وأن الكاظمية بصدد وضع اللمسات الأخيرة من أجل التوجه للبرلمان بأريحية من أجل ضمان موافقة الكتلة السياسية ومنحها الثقة وعدم تكرار ما حصل مع محمد توفيق علاوي الذي لم يستطع أن يحصل على ثقة الحكومة داخل البرلمان. لكن نقطة مهمة محمد، يجب أن ينتظر الكاظمي وننتظر نحن كذلك أن تكون هناك بيانات من القوى الشيعية وكذلك القوى السنية والكردية بدعم هذه الكاظمي، بيانات رسمية موثقة من هذه الكتل، باعتبار أن كانت هناك تجارب عديدة للكتل كانت قد صرحت بتصريحات لكنها نفتها بعد ذلك، حتى وإن كان هناك بيان بالقول ببساطة بأن هذه البيانات هي مزورة وليست صادرة من الجهات الرسمية لهذه القوى السياسية. بالتالي الساعات ربما القليلة المقبلة سوف تكون هي الفيصل بما إذا كان طبعا سوف يتوجه إلى البرلمان وسوف يتحدث البرلمان من أجل. شكرا جزيلا مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد.